السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وفي احسن الاحوال باذن الله. اليوم مع وصفه جديده لكريب بذوق الشوكولا، معروفه عند كامل الناس وعلى بالي بلي كامل الناس يعرفوهم، لكن حبيت نوريلكم طريقه الطهو اللي باش تجي كامل سمك واحد، كامل الحبات يجيو في سمك واحد ويجيو ورقاق وما يجيوش خشان بزاف. تبعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا كامل التفاصيل. بسم الله. لهذه الوصفه نحتاج 350 ملل حليب، 150 ملل تاع الماء يكون سخون، ملعقتين كبار تاع السكر، 200 غرام تاع الفارينة، هذه 200 غرام تاع الفارينة نحيت منها ملعقة كبيرة وأغوطها بملعقة كبيرة تاع كاكاو، بيضتين وهنا لوز الحلو وثلاث ملاعق كبار تاع الزيت أو زبدة كيما حبيتو اللي يكون عندكم. نعملو الحليب مع الماء، نعملو كامل المكونات مرة واحدة مع الماء السخون، ملعقتين كبار تاع السكر، رشة تاع الملح اللي هي ضرورية في كامل الحلويات، ليكستري تاع اللوز، عطر اللوز حوالي ملعقة كبيرة، بيضتين، نضيف كذلك الزيت، ثلاث ملاعق كبار تاع الزيت، ممكن استبدال السكر بالعسل، تعملوا ملعقه كبيره تاع العسل. الان ميكسي كل شيء، اللي ما عندوش الميكسور يعمل بالفوي ويخليه يرتاح حوالي نصف ساعه الى ساعه في الثلاجه. لما ميكسيت الان صفي باش هيدا نتاكد بلي ما بقى والو. عملت القليل من الزبده وندهن هكذا، والان نجيب هكذا انلوش ونفرخها مره واحده زائد النحاه. مباشره يكون عندي زائد النحاه، نمسح هيدا المقلاه باش هيدا يجيكم مرقاق. مامي الا كان عندكم بزياده كي تشوفوا المقله تعمرت مباشره الزائد نحيوه وعملوه في اناء اخر، ما تعملوهش مع العجينه تاع الكريب اللي عملناها في الاول. النار لازم تكون متوسطه، لما تشوفوا هاد الفقاعات تعرفوا بلي العجينه راها ناجحه ولا بدات تطيب من تحت. بواسطه عود اسنان، ان كوردون ولا عود شواء، نمروا عليها هيدا ونقلبوها هيدا، خليوها تزيد تاخذ لون من تحت. مرة على مرة نحركوها هيدا الان نحيها. لما نحيوها نحطوها على شبكة باش هيدا ما تتندالكمش من تحت. نعاود ندهن بالقليل من الزبدة ونعمل انلوش، وهذا الزائد مباشرة نحي، هيدا تجيكم رقيقة اللي يحبها رقيقة. نعمل هكا، شوفوا شحال نحيت زائد، هذا
هذا اللي نحيته نبدأ به، نعم نطيبه المرة الماضية. بالنسبة للكريمة عندي 150 غرام تاع شوكولا، حليب مركز محلى اللي درته معاكم في الفيديو اللي فات، ملعقتين كبار تاع كاكاو، وملعقة كبيرة إلى ملعقتين تاع شوكولا الطري على حساب المتواجد عندكم وهي اختيارية، والإكستخير تاع اللوز، وحليب مركز محلى الكمية اللي عملتها لكم في الفيديو اللي فات. خليكم رابط الوصفة تحت الفيديو ونقولها لكم شفويا، نقول لكم الآن الوصفة شفويا ونخليكم الرابط اللي يحب يشوف الفيديو. فيها كأس حليب بودرة من هذا تاع 100 مليلت، هذا الكأس تاع 100 مليلت، نعمل كأس تاع حليب بودرة مع كأس تاع السكر مع نصف كأس تاع الماء يكون يغلي، نميكسي كل شيء، من بعد نحط كل شيء على النار يغلي شوية وانا نحرك، ونصفيوها بالصفاية ونستعملوها. شوفوها بدات تعمل فقاعات، نحيوها من على النار، نعاودو نصفيوها في حالة ما كان كاين حبيبات ولا لصق شوية من تحت، باش هكذا نتأكدو بلي يجي صافي والخدمة تكون نقية. نجيب هاد الحليب المركز الآن نعملو على الشوكولا ونحط كل شيء على حمام مائي، نضيفو ملعقة تاع الزبدة ونضيف كريم دي سغيدة شوكو ولا فاني او هيدا علبة تاع حليب، الشي اللي كان عندكم متوفر في الدار، او ياغورت طوق فاني مع ملعقة تاع الزبدة مع شوكولا الطل اذا كانت عندكم متوفرة اختيارية. هذا كل شيء انا عملته على ماء سخون على حمام مائي. نضيف كذلك عطر اللوز، غربلت كاكاو وعملته، ونحرك كل شيء على ماء سخون. كملت لهم الطياب تاعو كامل، جاوني حوالي 10 حبات وحباقات صغيرة. نعملو الصلصة، ممكن في هذه المرحلة ضيفوا الموز إذا كان عندكم موز. هاد الصلصة تنجمو تزينو بها حتى الكعك، تجي رائعة. وتطويوهم كما اللي حبيتو، كما كل واحد كيش يعرف، انا مشي نطويهم هيدا. هذه الوصفة سهلة واقتصادية في متناول الجميع، وتجي كمية كثيرة وتزين الطاولة تاعكم حتى ليكم ولا لوليداتكم ولا الضيوف، تجي رائعة. وبهذا أحبائي الفيديو وصل للآخر، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. اللي يدخل أول مرة يعمل اشتراك فضلا وليس أمرا، ما تنساوش باش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.